الناس. في بين الناس اليوم باش نمشيو الحي الخضراء وبلدية تونس. المجلس البلدي في بلدية تونس يستنكر تعنيف رئيس مركز شرطة احدى مستشاراته ويطالب بفتح تحقيق. شنو اللي صار بالضبط؟ كيفاش رئيس مركز يعتدي على مستشارة بلدية؟ معنا هند بالحاج المستشارة البلدية المعتدى عليها. مرحبا بك يا هند. اهلا وسهلا. مرحبا بكم انتوما، يعطيكم الصحه على الاستضافه. مرحبا. شنو اللي صار بالضبط؟ عندكم قرار هدم، بعد القرار الهدم هذايا كنت موجودة في حي الخضرة ويتم تعنيف كيف ما وصل لنا بالضبط، شنو اللي صار؟ تفضل. اللي صار انه انا كلفت من طرف رئيس الدائرة باش نعمل معاينة نتاع المعاينة، هي فيها متابعة فقط، باش بعد نجم نكتب تقرير حول اذا كان صار ما صارش، شنية المشاكل، شنية معناتها العراقيل اللي خليت القرار ما يصيرش، معناتها في هيك فرصة، هذيك هي المهمة الوحيدة اللي عندي. مشيت بسيارة الإدارية يعني مع متصرف الديرة، من الأول ما حبيت حبيت نحضر من بعيد. ومن بعد جيت دونك هبطت باش نثبت شوين وصلت، نلقاه السيد تاع الإسادرة ضد القرار. أغلق الباب على الأمن وعلى الشرطة البلدية وعلى الإدارة البلدية، يعني على الناس اللي حاضرة الكل باش تشرف على تنفيذ القرار. في الحقيقة هو وين القرار؟ على شنو بالضبط؟ وين المخالفة؟ وين المخالفة؟ بناء دون رخصة، وبدأت المخالفات بدأت تصير من اللي هو في الدوزيام ايتاج، وصل للسانكيام ايتاج وما قبل باش ينفذ حتى قرار، يعني معناتها ثم تعنت وإصرار على التعدي على القانون. ثم انه السيد معناتها في بنية دون رخصة مسكن أفارقة، معناتها عن عامين ديجا احنا القرارات تصدر ضده وما صرحت شيء، وهو بذاته معناتها متهم في قضية تحيل وتدليس امضاء رئيس البلدية ورئيس الدائرة. مش معناها مصح في معناها مصح في بلاستكم؟ اي مصح في رخص بلدية. ايوا مو فما منه هنا وفما قضاء مشكيتوش بيه. هذا هو هذا السؤال الكبير، لانه في قضيه مرفوعه، انا واحده من الناس، انا من بين الناس ما كنتش نعرفه وقتها، معناتها بعد ربطت نلقاه نفس الشخص هو بيدو اللي صدر ضد قرار الهدم، اما من الاول وقت اللي اكتشفت المساله انا بيدي معناتها رفع بي قضيه لدى وكاله الجمهوريه في التدليس. التدليس ايوا. وشنو من وقتاش القضيه دي مرفوعه؟ عندها عام ونص ولا أكثر. عام ونص ما صار فيها شيء، معناها عادي وانه حد يدلس معناها متاع امضاء رئيس بلدية وثم أختام إدارية في الشارع. شو هذا معناها؟ قوي برشا معناها هذا. أي معناتها لا مش هو بركة، هي شبكة كاملة روا، معناتها باش نكونوا واضحين مش كان هو في كل الأحوال. دونك القرار هو رفض تنفيذ القرار. حتى كان ثم عملية إخلاء بستير قبل للأفارقة اللي مسكنوا، ثم ليزونجام تاع البلدية يستنيوا بعد ما تصير عملية الإخلاء وتأمين المكان يصير الهدم. رفض كل شيء. دونك أنا كيف رفض ولقيته هو معناتها يتعنت وتوجه للبلدية وليا أنا شخصيا بالشتم معناتها تتصرف معنا بطريقة غير معناتها غير معقولة. متصرف الدائرة طلب مني المغادرة، قال لي من الأحسن نغادروا خاطر يظهر ما هوش يصير حتى شيء. مشينا في غادرنا. أنا باش نوصل الكهرباء باش نحل باب الكهرباء ونسمع في صوت يعيط لي. اسمع تلفت نلقاه رئيس المركز. رئيس مركز حي الخضرة؟ رئيس مركز أمن حي الخضرة. أي؟ أنا رئيس المركز ما عنديش علاقة مباشرة معاه، هي عندها علاقة مباشرة معاه هي رئيس الدائرة. اما باعتبار خدمتنا ومعناتها باعتبارنا مسؤولين محليين، حصل انه تلاقينا في اجتماع، حصل انه انا مثلا تكلفت ب في ايامات الحمله نتاع الكوفيد بتعقيم المركز نتاع الامن وهو موجود تعقيم بيرو، يعني يعرفني مليح. دونك سؤاله اسمع انت شكونك وشنو هي سيادتك هنا؟ تلفت قلت له سامحني شكون سيادتك؟ قلت بالك شيء انا غلطه ماهوش رئيس مركز. قال لي انا رئيس المركز. قلت له تفضل. قال لي احكي معايا. قلت له ما عندي من احكي معاك.
ما انت مش انا معنيه بوجوده غادي، اللي معني قرار الهدم ما في بالوش بها المصالح الامنيه، ما يبدا في بالهم قرار الهدم المصالح الامنيه في بالهم، وعندهم القرار في ديهم مش في بالهم برك. المهم انه كيف قتلوا ليه ما نحكيش معاك، جبدني من يدي اليسار عوجها رجعها لتالي، اعطاني بوني على ظهري، ركلني بساقو. شنو هذا؟ الفيست نتاعي بحال اي في الشارع قدام ناس كل بحضور كل الجميع بحضور ليزيكيب اللي كانت من المفروض غادي. فما شهود معناها السيده المستشاره البلديه لانه يعني الكلام راهو شهود قدام رئيس مركز، اذا كان هو تطاول على على مستشاره مسؤوله محليه منتخبه ومسؤوله وطنيه باعتبارها رئيس الجمعيه الوطنيه للمستشارين البلديين وتعتبر موظف عمومي اثناء القيام بمهامه، انا مشيت غادي نحاول، انا مشيت في مهمه. اذا كان وصلت جاسره وقام بهذا الكل بدون سبب اون بليس، معناتها خاطر ما صار بيني وبينه شيء اون بليس، وحتى انا ما ريتوش من الاول، معناتها ما ثبتش شكون موجود دونك ما ريتوش. شكون تحبوا يتقوى على روحه ويشهد؟ الوحيد اللي كان مستعد باش يشهد هو طبعا السيد متصرف الاداره لانه حضر على كل شيء وشهد ديجا قال صار وصار وصار فوالا. دونك اعتدى عليا بالعنف وسبني بكلام ما يصلحش وسب جلاله الشارع وقدام الجميع والناس كل تفرج دون تدخل ايا كان. شو كان رئيس مركز قاعد معناها يضرب ويدز، شكون باش يتدخل معناها سامحني على كل انت لهنا لهنا معناها انت عندك شهود قدمت قضيه سامحني يا سيد المستشار قدمت قضيه اعطينا بالضبط وين قدمت القضيه؟ قدمت قضيه لدى وكيل الجمهوريه بالمحكمه الابتدائيه بتونس. اللي عندي شهود عندي البلايص بتاع بدني وعندي الشهاده الطبيه وعندي الاحداث معناتها اللي صارت، معناتها انا حكيتها ونعاودها ونعاودها ألف مره بنفس الواحد وما تنساش اللي وقع ايقافي والاحتفاظ بيا واللي هو نعتبره اختطاف من الشارع. شو شكون اللي وقفك؟ هو رئيس المركز طلعني في كرهبه الشرطه وهزني للمركز وطلب من وكيل الجمهوريه باش يوقفني، هو قال طلب من وكيل الجمهوريه ما نعرفش الى اي مدى هذا صحيح، انا اسوق هذا بكل تحفظ على لسانه. ورسات لي في المركز حتىش لوين حتىش جات رئيس الدائرة، للأسف السيدة رئيس البلدية وقتها كانت في مهمة في الخارج دونك ما كانش ممكن تدخلها المباشر. حتى السيد ولي تونس لما اتصلت به بعد بنهار قال لي راني سمعت وراني أمرت بإخلاء تبيلك وما في باليش بيك وقع الاعتداء عليك ولا جرك إلى المركز، في بالي الحكاية في الشارع دونك حكيت له الحكاية الكل. إلى حد الآن ما سمع حتى شيء. به تو قدمت قضية ومشينا مشينا على قرار هدم، نلقاو عركة بينك وبين رئيس المركز. لا لا وسي... لا رد بالك لا 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 اعتداء اعتداء به هذا فما قضية احنا سامحني بربي خليني جدوى اتخسيز هنا اعتداء على مواطنة دون وجه قانوني، اعتداء على مستشارة بلدية دون وجه قانوني، اعتداء على البلدية، اعتداء على الدولة، والتخلي على معناتها المهمة الأساسية نتاعو والتزامه اللي هو واضح. هذا توصيف قانوني تو خليه احنا مادام فما قضية منشورة اليوم فما توصيف قانوني تو بعد نتبعوا القضية هذه. والسيد اللي مشينا باش اللي هو عنده تدليس نتاعو أختام ومخالف القانون ايش عملنا فيه؟ يدور في الحي وفي القهاوي ويقول لهم اوكي المستشاره البلديه كليت طريحه اليوم من عند رئيس المركز. خلينا من هو شي يقول شنو مصير معناها السيد اللي هو اذا كان يقول هكا معناتها هو مؤمن، معناتها هو محصن، معناتها تتهم جهات امنيه هي اللي تغطي عليه معناها. انا ما نتهم حتى شيء، انا نطالب بفتح تحقيق واضح هذي... وعلى وزير الداخليه ان يتحمل مسؤوليته. الى حد الان وزير الداخليه مازال ما عمل حتى اجراء. انا سبيت طبعا تقرير لدى معناتها عريضه للتفقديه العامه وللسيد وزير الداخليه بعثته له عندي توا من يوم الاثنين اللي فارق مش البارح يعني اللي قبله. لا حياه لمن تنادي. نعلمهم الديمقراطيه اللي يبنيوا فيها في تونس واللي استنسخوها على الامريكان والفرنسيس، وقت اللي مواطن امريكي بدا متعدي في الشارع ويزلق في شويه فلش يخرج الماغ
دو لافيل يعتذر ويعملوا له تعويض وتقوم الدنيا وما تقعدش ياخذ معناتها شويه احترام المواطنين التوانسه. الى متى نقعدوا عايشين دون ليتات دو نون دووا يا با ما تمش هذه في ليتا اللي ما فيها حتى قانون واضح. وصل صوتك وصل صوتك على على بعضنا في الاعلام وفي النقاشات وفي لي ريونيون وفي لي ديكلاراسيون دولة القانون والمؤسسات والمواطنه. شكرا مدام هندا. سيده هندا قانون لمواطنه لمؤسسات. شكرا سيده هندا بالحاج عليها في وسط النهار ومن طرف الامن المستشاره البلديه. شكرا جزيلا على تواصلكم معنا اليوم. فما قضيه منشوره الكلام اللي تقال راهو ما يزموش يتعدى بالساهل. هذا يروى عنف صار على امرأة قبل كل شيء ثم على مستشارة بلدية تقوم بالعمل متاعها. هذا ماذا بينا إذا فما شكون آخر يحب يوضح الصورة وعلى وزارة الداخلية أنها تجيب على كل هذه التساؤلات. هذا سيد مخالف القانون عنده أختام وعنده قضية منشورة. إيه ويني هنا ناس فرض وناس سنة. هذا سؤال جاوبنا عليه الجهات المعنية بهذا الملف.